اقفش يا حوشوك. بقول لك يا توجي، شغل التخاطيف ده ما بقاش يلزمني، جاري وهاري وتنطيط واخر صفيحه رايش. بقى هنا الرايش، الكابو خرج من السجن بقاله اسبوع، قلبها مراجيح. كفاره خارج سخنان على الكل، اللي مش معاه بيبقى عليه، محدش قادر يقف له، خارج شرقان للدم. الدم بدم بقى يا توجي، مفيش حد بقى عليها. انا بقول لك ان فرشتنا اليومين دول لحد ما نفهم ميته ايه. بقول لك ايه يا توبجي، انا لسه ما اتخلقش ولا امه جابته اللي قعدني في جحر زي الفيران. مش انا يا توبجي، مش الحاوي. وبعدين انت اللي بتقول كده يا توبجي، تبين عليك اتهتيت من اللي سمعته، وعظمك خاوخ وبقى بيلق. فشر يا حاوي، انت عارف الطبجي كويس، الطبجي عم الشياطين كلها. الطبجي طول عمره زي الجبل ثابت، ما تدوش ريح. لولا ظابط المباحث اللي صابني في عملية تهريب من 5 سنين، والرجالة اللي كانوا شغالين تحت ايدي خافوا وكشوا وراحوا يشتغلوا تحت ايدين الكبو. وانت عارف ان الكبو وسخ رضع زبالة وما يفهمش في اصول الشغلانة. وبعدين انا مش هصغر نفسي قصاد كلب عشان شوية عضل. بس انا بقى طبجي بعرف اتعامل مع الكلاب، وخصوصا كلاب السكك. ما تنساش اني متربي في وسطهم. وما تنساش كمان ان انا اللي خدتك وعلمتك وقويتك. ولا انت هتعمل زي العيال الرمم دول، هتسيبني وتروح تشتغل تحت ايدين الكب؟ انت عارف اني ما بحبش الخيانه، والجميل اللي ليك انا رديتهولك بدل المره 100 مره. لما عاوز اسيبك هقول لك يا طبجي. يعني لو كبو جه عشان يصفي القديم هتقف له ميشو؟ ده فاكر ان انا اللي بلغت عنه البوليس، ما ردتش عليا. لو الكبو جه عشان يصفي القديم هتقف له؟ اللي هيجي هنا هيموت يا طبجي. ولو كان الكبو ليه عندك غلطه فهو بقى لي عندي طار. اصيل يا ميشو. امان يا صاحبي. صباح الفل يا توبجي. صباح يا قلب. امسك يا بندق. حبيبي يا ميشو، طول عمرك رجوله. انا فضلت مأمن عليك في السوق وما دخلتش زي ما انت مقريني، بس انت ازاي هربت منهم عند محل العصافير؟ فيه يا ابني 5 دقايق اقعدهم عندك. وطير يا حمام، في ناس ورايا. شيل يا ابني المسدس ده وخش الدايره ورا الستاره اللي جوه. كنت جاي وطالب الامان. اي خيانه؟ وحد الله في قلبك يا ابني. اي خدمه يا حضرتك؟ ما لو تقول لي ايه النوع اللي انت عايزه هخدمك. مع السلامة. شكرا يا حاج. ربنا يهديك يا ابني. واداني العصفورتين دول بالقفص بتاعهم كمان وما خدش مني فلوس. طول عمرك مرزق. هشوفك الليله دي عند زخنوق النوس بالليل على قهوه خفاش، عشان المصلحه اللي ليا عنده وشه وقع. حاضر. خلاص يبقى اشوفك هناك بالليل. سلامه ميشو. طير يا حمام. يلا يلا. صحيح ما قلتليش انت هتعمل ايه بالعصفور؟ ما قلنا طير يا حمام بقى. يا توبجي نازل مشوار ساعه كده وراجع تاني. سلام. اموت واعرف بتودي فلوسك فين بعد كل عمليه تقفش الشوم من هنا وفص ملح وداب. اوعى تكون لافف على واحدة بتخلص عليك، ولا تكون شايف لك بنك غيري. اطمن يا توبجي، اطمن. وعايزك تطري على الصهد اللي في نفوخك ده. ها مش الحاوي مش بتاع قطط، انما لو القطط جت مفيش مانع ان احنا نعمل معاها الواجب. والواجب وبس، انما بقى الشقوق والورق ابو مدنة وحنطور لا، دول متشالين بقى للشروة الكبيرة. طير يا حمام. ميشو هات لي معاك ازازتين بيره مشبرين وانت جاي، وما تحاسبش عليهم. انا ما بحبش اشرب حرام. اه ما
بعد البلاك ليبل والجن والفودكا بقيت بتشرب راس العبد واربع حروف. صح، هو ده الكلام يا رجاله. عشان اللي يخش منطقه القبو ويقل ادبه على خربوش من خرابيشه لازم يتقدم. اصحى يا منطقه، كل اللي قافل بابه وشباكه عليه يفتحوا يتفرج، عشان القبو اللي نادي هيفتح المدرسه. يعني النايم يصحى والمسطول يفوق والنسوان مشمشوا الحاول اللي يتعمل عليه حفله يا كبو. مش الحته اللي انت عامل لي بيها نمره دي هي اللي هتاكل معايا. اصحى وهدي اللعب، عشان اللعب له اصول. ماشي حاول، وادي السلاح اللي ما بيهتكش، بس برضه هتتقدم. قليل الادب هو اللي يتقدم يا كبو، ومشوا الحاول عمره ما قل ادب غير على قليل الادب. اللي هيقل معايا هيقل معايا، وياخد روحي ياخد روحه. ايه رايك بقى في قله الادب دي؟ اسمك ايه؟ ايه ده وايه دي؟ ايه اللي جايبك هنا؟ رد عليا رد عليا. ايه ده؟ رد عليا. اسمك ايه؟ انا هشرحك بالمطوه دي، يا تسمع الكلام وتسرق زيهم يا هتموت من الجوع وبرضه هتشتغل. كمان محني، طب انا بقى الفلوس دي هعتبرها حق عرض عشان قله ادبك، انما لو اتكررت مره تانيه فيها قطع رقبتك. فهمني يالا؟ خد يا بندق روحه وحضر له الرضعه ونامه بدري لحسن يستهوى. بقول لك ايه؟ تعدي على الطبقي الليله وتقول له ان بكره تخلتي، انا عازمه يجي ينقط ويخلص القديم ويشتري نفسه وانا هسامحه، انما لو ما جاش محدش يلومني في اللي عامله فيه. ما قلت لك يا ميشو الكبو ده ابن حرام، عامل زي كلاب السكك، هعلم عليك. الدور الجاي عليا انا. خلاص يا توب. لا مش خلاص، انا هتصرف الكبو ده في الفلوس باي شكل، ان شاء الله حتى ابيع البضاعه دي كلها برخص التراب. المهم ان الكبو ما يموتنيش. انت مش فاكر عمل ايه مع عزيز الصغير؟ علم عليه في نص كيلو ذهب، ومش بس كده، فرغ عليه الصاغه كلها، وكمان ساب له تذكار في وشه. خلاص يا توب، انا مش مستحمل. بندق. ايوه يا معلم. اسمع، انا عايزك تجري بسرعه تروح لحد الصبح خرزانه، تقول له يجي يحمل البضاعه دي كلها اللي في المخزن، ان شاء الله حتى يشيلها برخص التراب. بس دي بضاعه مسروقه يا معلم، وبعدين صبح خرزانه لو جه هيدفع فيها ملاليم، يعني انا بقى خسرانه. كده كده خسرانه. المهم ان احنا نتقي شر الكب، المهم انه ما يموتنيش. جرايه يا توبجي، جرايه. انت خلاص لبستلي طرحه وهتقعد تولول زي النسوان؟ وبعدين مين الكب ده اللي انت عامل عليه القصه دي كلها؟ انت فاكر ان انا هنسى حقي؟ ما عشان عارف انك مش هتنسى حقك، بقول لك عشان خاطر نلم الدور، انا اللي كنت بهزك عشان تقف قصاد الكبو، دلوقتي بقول لك قبل ما تروح مني وابقى لوحدي. الدور كله هيتلم يا توبجي، بس المره دي بقى بقانون انا. قانون مشو الحاوي، الدم اللي سال ده دم مش ميه، والرد لازم يكون بالدم. يعني هتقف قصاد الكب
هتقف قصاد الموت. الموت ما بيخوفش غير الجبان يا توبجي. واللي شاف اللي انا شفته يتمنى الموت. طول عمري مستني الموت يجيني. فاتح له دراعاتي وما بيجيش. المره دي لو جه يبقى حاسس بيا. ولو ما جاش يبقى لسه عندي فرصه اوصل للجنه اللي انا عايزها. بندق يا بندق. ايوه يا ميش. تطلع على المصريه عند تماني والقط وجنزيره وتتفق معاهم على ليله كبيره بكره وتخليهم يجيبوا شويه من المقاطيع وتعربنهم وتقول لهم حسابكم عند الحيوي. بلاش بلاش يا ميش. بندق مش عايز رغي. امرك يا ميشو. طير يا حمام. هتموت يا ميشو. هستفردوا بيا من بعدك. محدش هيعمل لي اعتبار. ما تخافش يا توبجي. ما تخافش. الموت ما بيجيش للي طالبه. يبقى ميتو الحال. 100 مره قلت لك مفيش بوليس بيخبط على الباب يا حمار. وشيل الشنب ده. امال ايه؟ تك 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 تك. بوليس ده بيبقى في التلفزيون بس. جهزت لي اللي طلبته منك؟ جاهز يا حاوي. امضاء البرازيلي بس. مش هتلاقيني بقى. انت هتغب بالسلاح ده كله على مين؟ حسابهم كام؟ يمكن اساعدك. ما انت عارف البرازيلي احسن نسنج في بر مصر كله. شكلك مش مصدق. شفت؟ يا اخي مصير اجي في يوم الاقي الحيطه دي واقعه على دماغ اللي خلفوك. حسابهم كام يا برازيلي؟ نفسي العب معاك يا ميشو وتستغل امكانياتي. ليه مش مصدق ان البرازيلي بروفيشنال؟ شايلك في وقت عوز يا برازيلي. انجز. حسابهم كام؟ طول عمرك سرك جواك ما بيطلعش. احاول. نفسي اعرف ناقصني ايه؟ ناقصلي ايه؟ ناقصك ايه؟ مش عارف؟ حسابهم كام؟ ماشي بس ملحوظه. السلاح ده لو وقع في ايد الدبابير انت ما تعرفنيش. انا عليا مراقبه. يقولوا عايزين البرازيلي حيا او ميتا. ايه حيا يا ميشو؟ انا عملت المصلحه دي عشان انت حبيبي. قلنا ما تخافش بقى يا برازيلي. حسابهم كام؟ انجز. حبيبي يا ميشو انت كده بتستني. عاش يا برازيلي. سلام. عاش ايه ده ميشو؟ ده انا بقولها كذوق بس يعني. امسك. طير يا حمام. يا رب ما تبقاش فلوس حرام يا رب عشان يكون البوليس مراقب ولا حاجة. وسع 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 العريس وسع. شعل الفرح. يا مدلع يا مدلع. هي الجمال يا مدلع. هي الجمال يا مدلع.
بيسقف يرفع ايده ويقول هي لنادي كله يسهر وكله يشرب محدش هينام اللي جاني وحياني ونقطني صاحبي وحبيبي واجبه عندي والكبه ما بينساش اما بقى اللي ما جاش فبشوقه وبراحته والكبه برضه ما بينساش بس عايز اوصل له مسج يعني رساله ان انا لما هشوفه هعلم عليه واخر الكلام الايام دول انا هاخد العروسه ونطلع عشان ما تستهواش يلا عروسه مبروك يا كبو عايزك تسلطف الناس دي كلها خشي يا عروسه خشي عايزك بقى تدلعي نفسك قميص النوم اهو عقبال ما انا ايه اشرب السمسون ده ابوس ايدك يا كابتن ما احنا هنبوس مستعجل على ايه كله جاي تك على الصبر تكي ايه ده ايه اللي جاب الزغاليل دي هنا واجب برضه يا كبو شفت الرجوله يا سماح مش الحاوي جاي ينقطني في اوضتي ليله دخلتي وانا صحيح هنقطك يا كبو بس مش هنا تحت عند ضيوفك وحبايبك طب بقول لك ايه ما تنزل انت لضيوفي وحبايبي قبل ما انا اخلص المصلحه اللي في ايدي دي واتشطف واجيلك تفضل برضه وسخ ومعفن يا كبو مش رجوله انك تاخد واحده من امها غصب عشان ملهاش رجاله بس صحيح انت هتتعلم الرجوله فين وانت طول عمرك زباله وبترضع من الزباله الله طب مش قدام العروس تقول عليا ايه انزلي عروسه روحي لامك واقفلي الباب من بره ناوى على ايه ميشو اقلع ده انت ناوى على الشر بقى اقلع نوع عليا حاوي اوريك قله الادب والرجوله اللي على حق رجالتي تحت يا حاوي ومش هتخرج من هنا غير على قبرك وانا ما قلتلكش ما خلاص الرجاله بخ بقوا نسوان وهتشوف بعينيك يبقى تخشلي ذكر لذكر وتنزل المسدس اللي في ايدك ده اللي انا ما هتتكش بيه وقعت يا حاوي شو قلت لك هتبقى زباله طول عمرك اضربني اضربني يا حاوي انا صدري مفتوح مش قبل ما تقلع الاول ايه وجعتك دي اقلع انا اصلي وعدت الكبو اني انقطه قدامكم قدام حبايبه وضيوفه وانا عندي وعدي والنقطه دي من ميشو الحاوي ميشو الحاوي للرجاله وبس الرجاله وبس النسوان لا النسوان لا النسوان لا النسوان لا ومن الليله دي الكبو بقى اسمه ساوسن واللي ما يعرفنيش انا ميشو الحاوي يعني الرجوله والدهب بالوي 24 الشياطين بتعمل لي ألف حساب ومفيش زخنوق فيك يا مصر غير وليا في واجب أنا مؤدب مع المؤدب وقليل الأدب مع ابن المتضايقة الدنيا علمت فيا ويا مكتر الجروح بس أنا خلاص مش باقي عليها ويا روح ما بعدك روح أنا كان ليا فلوس هنا وخلاص خدتها بس الكل هيرقص ويتبسط على شرف ساوسن على شرف مين؟
سوسن رقصني يا ابني وسمعني سوق البنات ورقص سوسن. عزيز باشا انا ماليش في الماس ولا في الذهب، انا بس جايب لك معايا هديه يمكن تعجبك. هديه؟ ميشو جايب هديه لعزيز السايق؟ هديه ايه يا حاوي؟ الكبو. كبو؟ الكبو ابن الكلب هبشني في نصويه وعلم عليا. هو فين؟ معايا بره. كبو مين اللي بره يا حاوي؟ انت جاي تشتغلني ولا ايه؟ مش الحاوي كلمته واحده عزيز يا صايغ، وانت كنت طالب الكبو وانا جبتهولك. ماشي يا ميشو، طلباتك ايه؟ الله، ما قلت لك هديه يا باشا، ولا انت مش عايز الهديه دي؟ لا لا، ده بالذات بقى ادفع فيه الذهب اللي عندي كله، بس اخد حقي منه قرات قرات. اه عندك يا باشا بره اهو، اعمل فيه اللي انت عايزه لا مؤاخذه. ماشي يا ميشو، مش خسارة فيك. امسك يا ميشو. لا يا باشا، بس لما احتاج لك هجيلك. طير يا حمام. صحيح يا باشا، لا مؤاخذة يعني قميص النوم اللي جاي لك بيه الكبو يا ريت تخليه على جنب عشان عايز تذكار. ميشو، امسك يا ميشو. ايه ده يا باشا؟ مفتاح العربية الجيب اللي كان نفسك فيها. هدية من عزيز السايق. ماشي يا باشا، والنبي قبل الهدية. بقول لك يا غراب، هات لي شاي كشري. مفيش. ايه اللي مفيش؟ ليه اللون ده معايا؟ يا عم لون ايه؟ الحال واقف على الكل، مفيش انابيب في الحتة كلها. والانابيب بتيجي من بره بره على المقلباتية والحرامية. والعين الغلابة تشتري الأنبوبة ب 50 60 جنيه. خلاص. هتولع في نفسيها. خلاص يا عم خلاص، خش هات لي حاجة ساعة مشبرة من التلاجة. الكهرباء قطعت. كمان هاتها سخنة، اتحرك. تأمرني يا عم بندق. اللي عايز أنبوبة يجي ياخدها ويحاسب السواق. لا هينفع، وهتاخد فلوسك بالأدب ولا تاخدها بقلة الأدب؟ تسلم ايدك يا ميشو ومصيطنا، ما يجيبها إلا الحاوي. بقول لك يا ده غراب، اي حد عايز انبوبه تديها له ويدفع 5 جنيه بس. ها، وتكرم الراجل ده وتعمل معاه احلى واجب وتشوف له ايه شرب ايه. اوعى تنسى تبعت لعمك التوبجي انبوبه. تامرني يا عم ميشو.
اشوف بقى الطابور الجميل بقى عشان كل واحد ياخد الانبوبه الظريفه. يلا لو سمحتوا يا جماعه. كنت فين يا حيوي من ليله امبارح؟ كنت في مصلحه كده وجيت منها الصبح. ماشي. وايه حكايه تريسيكل الانابيب ده؟ ابدا كنت خرمان ونفسي في كوبايه شاي يا بندق. ومفيش انبوبه بوتاجاز واحده توحد ربها في المنطقه كلها. قلت اغب على مستودع الانابيب اخد لي انبوبه. لقيت التروسيكل ده في رجلي. يعني انت جايب كل التروسيكل ده عشان خربان؟ هقول لك ايه، ما انت الحاوي طول عمرك مرزق يا ميشو. اقول لك ايه، ركز معايا في البقين اللي انا هقولهم دول. الكبو رجع لعزيز السايغ النص وقال اللي كان لايفهم منه ودفع له 10000 جنيه وقت، والسايغ سابه بعد ما التوخي قمر. ما تقلقش، الكبو دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان، يعني ملوش عزوه. طب والتوخي؟ ما انت عارف التوخي ده ممكن يعمل ايه؟ ده رئيس جمهوريه البلطجه في البلد دي وليه حبايب في كل حته. التوخي امر الصايغ انه يسيب الكبو عشان محسوب من رجالته وعشان اسمه في السوق. وبعدين التوخي دلوقتي عرف مين هو ميشو الحاوي بعد اللي عملته له ليله امبارح. ايه ده، هي مصلحه امبارح دي كانت تبعه؟ ده اولنا بس يا معلم. وكده بقى ابتدي اشم ريحه الجنه. صباحا يا كبو. انا اللي عملته مش عشانك، انت عايز زباله مالكش لازمه. وما تشوش تمن الرصاصة اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشرة بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليلة دي تنسى. صباحه. انا الكبو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايز وهوى ورغي وكلام ملوش عايزة من دلوقتي. مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني وتشوف لك حتة تانية تشتغل فيها بعهتك دي. واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحو. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي، انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه، في مصلحة جامدة هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام. توبجي يا توبجي يا توبجي. ايه يا عمنا، ما ترد عليا، ايه فين لسانك؟ طب يلا بقى قوم علشان عزمك على عشوة ملوكي من عند البرنس. ما تقوم يا توبجي. هاتس بقى يرحمكم الله. يلا. الواد غراب بعت لك الانبوبة؟ بعتها روح امك، وكنا مستنيينك عشان نعلقك عليها. يلا بقى. في ايه يا باشا؟ في نفخ وفي كهرباء وفي هدم. بقيت حلو؟ هنبقى حلوين معاك. بقيت عايز ايه يا باشا؟ ايه اللي خلاك يالا تسرق عربيه الانابيب من المستودع؟ ما انت عارف يا باشا. حبيت تعمل بطل ها؟ بتصيط علينا في المنطقه يالا؟ عايز يطلع عين ابونا ويقولوا علينا ما بنشوفش شغلنا ليه؟ خلاص يا باشا، لا مؤاخذه يعني، ريحوا الناس وهاتوا لهم انابيب عشان يعرفوا ياكلوا مره. انت هتعمل لي روبن هود يالا؟ هتعمل قلبك على الغلابه وانت مسجل خطر؟ اسمع يالا، انا زياد الخولي بعرف دبه النمله وانا نايم في بيتنا. تحب اقول لك امبارح عملت ايه في فيلا الخواص بعد ما اتفقت مع رشدي الطوخي؟ ولا تحب اقول لك على مديحه اللي كملت الليله معاها؟ طب ما سيادتك اهو يعني قاري الليله كلها. يبقى بلاش بقى الشويتين دول وتعالى معايا عدل عشان ارتاح واريحك. خدت كام يالا من رشدي في الليله دي؟ لا يعني سيادتك عرفت كل ده يا باشا، ما تعرفش رشدي الطوخي قفشني كام؟ ما تنطق يالا. هو سيادتك بتقفش منه كام يا باشا؟ انا قصدي يا باشا احنا لا مؤاخذه يعني زي بعض وكلها بترزق. اصروا يا باشا اصروا، هو ده الكلام. شوف يا ميشو، انا ممكن امشيك من هنا وتنسى قضيه الانابيب دي خالص، بس تشتغل معايا. اشتغل يا باشا. هتبقى عيني على رشدي الطوخي واي حد تاني اقول لك عليه. لا لا
مؤاخذه يعني يا باشا انا ماليش فيه. خلاص يبقى نمشي قضيه الانابيب وتتسجن اروح عمرك. انا ما اعرفش حاجه عن الانابيب يا باشا، ومحدش من الاهالي هيشهد عليا. مؤاخذه بقى لو انت عندك شهود طلعها. حتى لو خرجت منها هلا، في قانون طوارئ يروح امك، هجيب لك امر اعتقال واعتقلك لانك خطر على الامن العام. يعني مش هتخرج من هنا يا ميشو وحاوي غير لما يجيلي مزاجي. عرفان خدوه. ماشي. استنوا قدامك لغاية الصبح يالا، فكر. عارش يا باشا، أنا طول عمري متربي في الشوارع، بس عمري ما كنت وسخ، وعمري ما هبقى وسخ يا زياد باشا. خدوه. انت قاعد يا معلم. اسمع، خد الفلوس دي روح لعمك سعفان تقول له انا عايز ازازه لعم التوبج عم الشياطين كلها. لو اداك ازازه مضروبه هكسرها فوق نفوخك. حاضر يا معلم. اسمع قاعد. وانت جاي عدى على اهل المساقيط تلمهم وتيجي غرفه داهيه. حاضر. كويس اني لقيتك يا معلم. يا بندر مفيش اخبار عن ميشو؟ لا مفيش اخبار. قوم بس يلا بينا من هنا دلوقتي. قوم اروح فين؟ قوم بس قوم بسرعه وانا هريك في السكه. اه ده قوم اروح فين؟ انا مش هارب من هنا لما اعرف اروح فين. انا كنت لسه على قهوه خفاش وعرفت ان الكابو جاي على هنا وناوي على الشر. كابو؟ اه هو مش مات وغرف 60 دقيقه؟ عايزني اموت لوحدي يا توبجي؟ حد هيبقى عيب عليك. امال مين يا اخي اللي هيونسني في جهنم؟ مش انت برضه؟ عايز ايه يا كابو؟ يا حصل ترفع السلاح في وش عمك التوبجي عم الشياطين كلها. كان زمان الكلام ده يا توبجي. زمان ودلوقتي وفي اي مكان وفي اي حته. اسمع يا كبو انا مش خايف منك. بقول لك ايه، مش الحاوي مش هنا والمعلم التوبجي مالوش فيه. معلم عليك انت يا قط، ومش الحاوي بتاعكوا ده انا هصلخ له وشه. بس ليه رقعه؟ انا جاي بس اوصل له مسج واقول له ان اللي يقرب من الكبو يبقى فاتح ابواب جوهنا مع الكل. اسمع اسمع، انا مش خايف منك وسايد روس هذاك اهو. بسلم لي بقى على حبايبنا في جهنم يا توبجي. بندق بندق، اللي وقفت قصاد الكف يا بندق. اللي حصل اللي حصل يا توبجي، ميشو كان دايما يقول لي متخافش من الموت، لو جالك مش هتحس بيه. اديني شايفه بيقرب. متتكلمش يا بند، متتكلمش. كان لازم يموت هو انا مش انت. اسعاف يا اولاد الكلب. ملوش لزوم يا توبجي. يبقى سلملي على ميشو وقول له بندق خلاص مبقاش يخاف من الموت. بندق رد على امك انت امجي، رد على ابوك يا انا. تعذيب اثناء التحيات؟ لا. بتتعاطى اي نوع من المخدرات يالا؟ لا. عرفت تشتغل حاجه غير السرقه والبلطجه؟ انا مش بلطجي يا باشا. وسرقه مستودع الانابيب؟ ما اعرفش عنها حاجه. التوبجي ده يبقى ابوك؟ التوبجي يبقى ابوك؟ لا يا باشا، هو مديني اسمه بس.
لما جيت اطلع بطاقه لقوني ساقط خيط ومالي الشهاده. ده ابن شوارع بقى. لا انا ابن حلال، بس ربنا يكفيك بقى شر الدنيا يا باشا. يفرج عنه من مقر مديريه الامن ما لم يكن مطلوبا على ذمه قضاء. مشوا الحاو افراج يا حاو. سلام يا رجاله. سلام يا باشا. حاوي هنتقابل. طير يا حمام. يلا حاوي. مبروك يا ميشو. ميشو لما عوزك هبعتلك، ولما ابعتلك تيجي على طول عشان ما ازعلش منك. خد بالك انا زعلي وحش قوي. يلا. تسلم ايدك يا دنيا بنتي. في كده؟ في ملوخيه بالحلاوه دي؟ والله العظيم يا دنيا بقالي يجي 20 سنه ما دقت اكل بالحلاوه دي. الف هنا وشفا يا عم طبقي. انا همشي انا بقى. السلامه يا بنت، خلي بالك من نفسك. عم طبقي مش الحاول راجع. عم طبقي وقفيني واد. مساء الفل يا طبقي. الحمد لله على السلامه يا ميشو. والله انت ابن حلال مصفي. بنت دنيا دي طبخها زي العسل. انت جيتي هنا ازاي؟ وايه اللي جابك من القصر؟ ما هو انا لما لقيتك غبت يا ميشو قلت اجي عشان اطمن عليك يعني واشوفك انت. بس بقى جرى يا ميشو، البنت بتطمن عليك فيها الخير. بتطمن عليا ليه؟ هي من بيت اهلي. يلا يا بنت امشي روحي كده. يا ميشو انا اللي غلطانه. ماشي يا ميشو، انا اللي استاهل ضرب الجزمه عشان كده انا وسالت عليك. ومن النهارده مش هتشوف وشي تاني. يا دنيا يا بنت عشان جرى يا ميشو. عيب كده يا اخي، البنت بتحبك واستقصت على المكان لحد ما عرفته وجت تشوفك. بقول لك ايه يا طبقي؟ انا مش شايف قصادي. وجعانه. عشان خاطر يا ميشو، عشان خاطر اضيع بكلمتين وتعالى نام براحتك. ميشو عشان خاطر عمك الطبقي، بنت غلبانه ونفسها حلو في الطبيخ. انا اتقلمش روحي. ماشي ليك حق، يا حق يمنطني اكتر من كده وزياده كمان. انا بقى بطي في نفسي كده. انت يا هطله ام مخ طاقي. انت عايز ايه؟ ممكن بقى تتهدي شويه وتقفي عشان عايز اتكلم معاكي. هو في كلام يتقال بعد اللي اتقال ده؟ ولعلمك يا ميشو لو كنت فاكرني ان انا رميه، انا مش رميه، انا زي القمر وزي الفل اهو. يكش بس بختي هو اللي ميت. ما خلاص يا بت. لا مش خلاص. وما تقوليش يا بت. ولعلمك يا ميشو لو ما كنتش تتعامل معايا كويس والله العظيم انت. ما خلاص بقى ولا امشي. لا تمشي. ده ايه؟ انا ما صدقت لقيتك. يبقى خلاص تتنقلي تمشي قدامي ومن غير كلام. حاضر بس تصالحني الاول. صباح الفل يا توبجي. صباح يا ميشو. فين السيجار يا؟ لا انا عايز سيجاره. فين السيجار بتاعك؟ ما تدورش عليها. ايه؟ امال الواد بندق فين؟ ما بانش من ليله امبارح يعني. ما اروح لصاحب خرزانه اشوفه عايز ايه. استنى يا توك. ايه يا توك مالك في ايه؟ اتنفضت كده كان في كهربا مسكتك. مفيش، اصل صاحب خرزانه من ساعه ما فين بندق يا توكي؟ بندق خلاص. خلاص يعني ايه؟ خلاص يعني خلاص راح للي خلقه. مين يا توبجي؟ الكلب. الكلب جه بعد ما اتقبض عليك وكان عايز يخلص عليا. لولا بندق الله يرحمه وقف له فداني بروحه. ست وقت البندق قدام عينيك يا توبجي. ما تحصرنيش على نفسي يا ميشو. ما قلتليش ليه من ليلة امبارح؟ كنت جاي تعبان انت يا ميشو، خفت عليك لو عرفت حاجة زي كده تخرج وتتهور، وبعدين ممكن ساعتها البوليس يكون قطرك. والكبو فين؟ البوليس قلب عليه الدنيا ومحدش يعرف له طريق. انت دفنت بندق بيديك يا توجي؟ دفنته في مدافن الصدق. آخر حاجة قالها هو اسمك يا ميشو. هتيجي معايا نقرأ الفاتحة. قبل ما ارجع له حقه. ايوه
ايوه حاضر 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 يا عم المستعجل، ما تصبر يا ابن حاوي. ترك حبيب اخوه اتفضل بيتك ومطرحك. ايه ده، انا لما مؤاخذه جيت في وقت غلط انا؟ ها لا دي حاجه صغيره كده، وبعدين انت عمرك ما تيجي غلط، انت طول عمرك بتيجي صح يا ميشو. انا همشي بقى يا تركي لحسن، فعلا ما بقتش شايفه قدامي. ازيك يا متيحه؟ ميشو ازيك يا ولا حلاوته. انت تعرف تيحه اكاديمي؟ لا يبقى انت كده عديت. بس انت يا بنت مية مية، يعني ما بتفوتيش دقيقه. ادعي لي يا ميشو الاقي اللي اتجوزه وارتاح من هده الحلجي بقى يا اخويا. يلا يا اختي يلا. سلام يا حبيبي. سلام يا اللي هدى حيلي. يلا سلام. تبقي سلميلي على امك يا تيحه. مجتهده قوي وفاهمه شغلها بس حظها قليل. اللي عندهم ضمير بقوا قليلين يا تركي. اه على رايك. اقعد يا اخويا بيتك ومطرحك. شقتك دي؟ شقتي يا ريت. دي شقه مفروشه كده واخدها عشان المزاج العالي، ما انت عارف يا ميشو. خرجت امتى؟ من ساعتين يا اخويا بكفاله، الهي يقطم وسطهم زي ما قطم وسطي. تركي انا قصدك في خدمه. رقبت يا اخويا. الكب بتاع الحكر اللي كان شغال مع رشدي الطوخي؟ انا عايزه. لا افهم الاول. ليه يا ترى عنده؟ قال لي بصل معاك. حرمني من صاحب كلت عيش وملح معاه. البوليس دلوقتي قلب الدنيا عليه، انا بقى عايز اوصل له قبل ما البوليس يوصل له. معاك عربيه؟ فهمني يا تركي، مصلحة ايه دي؟ انزل بس وانت هتفهم بعدين. انزل اروح فين يا تركي؟ ما تلغيه لي انت وتلخص لي. شايف الباشا اللي هناك ده؟ اه ده بقى اللي هيقريك ويلخص لك ويدلعك ويظبط لك كل حاجة. بس انت انزل ونشوف اخرتها معاك. بيتها فل ان شاء الله يا كب. بلغني انك عايز الكبو يا باشا. الكبو تحت امرك بس قريني. الحاوي قتلت بندق ليه؟ انا ما قصدتش اقتله يا حاوي، انا كنت طول عمرك غدار يا كبو. ابوس ايديك يا حاوي، حقك عليا وحق بندق عندي، واللي هتقول عليه هعمله. يبقى تروح له تقول له حقك عليا. اروح له؟ اروح له فين يا حاوي؟ هناك مطرح ما وديته. ابوس ايدك يا حاوي، ما تموتنيش، مش عايز اموت. تمام يا ترك.